Je souhaite répondre à Babel DZ. Babel DZ, je قال لي انت يا سي رحماني كي قلت لي يا سي ديجا قادرتني نقول لك السي تاعك حكم عليك جي با بوزون طون سي نتايا كنت تقول على رشيد نكاز بهلواني رشيد بك نكاز سي تان كلون بوليتيك هي جو كونفيرم ماتنو وانت قلتها لك ونقولها لك والله ما تلحقوه في الرجوله ارواح قيس لي لا تيستوستيرون تاعي وقيس نتاعو ونكومباري دونك ديجا هادي باش تكون في علمك انا اجماعه قلتها لكم راشيد نكاز انا نساندو مادام راهو في الحبس باسك على بور موا مظلوم سمعت المراه تاعو واش ديكلارات يا سيدي خرجوه السيد لا كان مريض خرجوه يا جماعه او عيبه وعيب عيب عيب قدام الدول ديجا اصلا بصح من الناحيه السياسيه يا جماعه سي ان كلون بوليتيك ما نحبوش سالوني والله واحد ما يسالني انا تعرفوا هذه كلمه امازيغ الرجل الحره انا قريب ليها بزاف فقط وديجا اسمك بابل دي زاد ديجا جبتنا من بابل من هيه من لا ميزوبوطامي وحط دي زاد دونك نحيك ديجا شخصيه ما عندكش حتى في البسودوني من تاعك جيلي سما مسيو البريزيدون فولي انترفينير بوتات باسكو مانيش قاعد نشوف فيك ماشي كيما زوم اليوم لا غالب Non, très bien, j'appelle Usma. Attentivement, j'écoute les auditeurs, donc je suis là. Tani, pour le service national, j'aimerais bien expliquer Haja. Dans le programme interne, le service national il sera défalqué sur les 3 ans de la scolarité au lycée. Yani, stage de tir, sensibilisation, organisation. Parce que réellement, le service national, je fais la formation commune de base. Le FCB, c'est 45 jours. Mais pendant le lycée, au contraire, à partir du bac, eh ben, on va former des Algériens capables demain de prendre les armes et d'être structurés dans des unités opérationnelles avec un minimum de connaissances militaires et paramilitaires. Chauffe les incidents à les étudiants ou l'adnan. Qu'est-ce qu'il y a de l'adnan? Qu'est-ce qu'il y a de l'adnan? يبعثوا لهم البنديه اكسترا هذه مناورات سي دي مانيبيولاسيون مسكين مناورات تاع تحوتاله القوم تاع نظام فاسد واش معناتها يعني الحرم الجامعي السكن الجامعي للبنات تبعثوا دي فوايو قلناها لكم الشعب الجزائري ماشي صغار من هذا الناس اللي قدي ولادكم وبناتكم في الخطر مع النظام هذا وحنا على بالنا باللي التخويف وسيله من وسائل السيطره والاستعمار التخويف والترهيب سي سكي سباس نو زيتوديون انا كي نقول لي زيتوديون سي من لا ماترنال حتى الجامعه هادو هما لا ريشاس نتاع البلاد هادو هما المستقبل نتاع البلاد دونك اللي يحطم المستقبل ويقمعه ويكرازيه ويخلي فيه عاهات هذا استعمار ولا ولد بلاد نسمعوا في دي بوزيسيون اننا نندد نتكره تدين تاعك ما يجيب والو العالم عنده 1000 سنه ويندد دونك نعاودها ونقولها لو سيران راهو هنا بور كونستروير ان اسبري ريفولوشنير اي كيما نقولوا حنايا فير باسي لو بوبل الجيريان دان بوبل اسيستي سو توتيل مارتيريزي فير ان بوبل ايمونسيبي ماتر دو سا ديسيزيون يعني رانا هنا باش نحولوا الشعب الجزائري من شعب مستعمر تحت سيطرة وباباوية نتاع نظام فاسد إلى شعب حر مستقل يعني حر في القرارات نتاعو وسيد في اتخاذ القرار